تخيل يا عبد الله كم عدد الانميات التي تنتجها اليابان سنويا؟ ايش كم عددهم يعني؟ كم تقريبا في السنه؟ كم بدأت احس انك اخذت عنوان انا في خاطري اني اجيبه. كم يلا ارمي رقم. كم انمي؟ سبعة فل في السنه الواحده؟ في السنه 7 8 9. اوكي اذا ببالغ كل واحد بده يصير له اجزاء. ايوه اذا ببالغ بالغ تفضل. كم انمي جديد؟ جديد في السنه. ما سلم علي رسميا ضرب 20. لا لا محمد حمش في السنة 200 عمل انمي سنويا تنتج اليابان، ما يتطلب رسامين محترفين يشتغلوا. بس في ازمة يا عمي، اعمال كثيرة وقليلين الرسامين المحترفين الجبابرة، ما يضطر الشباب المتحمسين ورسامين شاطرين انهم يشتغلوا بعمل مستقل اللي هم يسموه الفريلانس، ولكن هذه الشركات تخضعهم لاجواء وظروف عمل صعبة جدا جدا جدا، رسميا تقتلهم قتل. يعني عبد الله انا وياك قاعدين نحضر اتاك اون تايتن ومستمتعين. اتاك اون تايتن خلي اضرب فيه المثال، او ون بيس مثلا، نستمتع وبننتظر الحلقة اسبوعيا وجايبين كاسة الشاي وحاطينها جنة، ولا تعلم انه في هذه اللحظة احد الرسامين ممكن يكون انتحر في هذه اللحظة من التعب، من التعب الرهيب. وراح احكي لك الان بالساعات وبالدليل، وردها علي إن استطعت. ماد هاوس هو الاستوديو اللي انتج ديث نوت. تفهم هذا الاستوديو شو بيعمل في موظفيه؟ الان راح تكره ديث نوت، الان راح تكره ديث نوت واللي عمله ديث نوت. أوكي. بتعرف انه ماد هاوس بتخلي موظفينها يشتغلوا 400 ساعة في الشهر، ما يعني 14 ساعة يوميا. طيب بتعرف انه احد الموظفين حكى انه بنشتغل شغل الثلاث شهور بنشتغله في شهر واحد؟ طيب بتعرف انه احيانا بيخلوا موظفينهم يشتغلوا 5 أسابيع مستمرة من دون اجازات؟ ما في ويكند ما في استراحات، يعني الموظفين رسميا بيناموا في الدوام. في يوم ايام واحد من الموظفين خلاص تعب رسميا، خلص 5 أسابيع ما في راحه ما في شيء، خلص اوكي خلص. هو الان خلص صح. طلع من الدوام رسميا وقع، سقط سريعا سقط. اخذوه على المستشفى. شو تم تشخيصه؟ ايش فيه؟ انهيار عصبي واضطراب عقلي. قالوا له ايش فيه؟ مالك ايش فيه؟ قاموا يعالجوه. خلص عالجوه. قالوا طب يلا هات فلوس. دفع لي فلوس الشركة، لم تدفع له شيء. أخذ إجازة يوم واحد، إجازة مرضية يوم واحد، وهو الذي تكفل بعلاجه. إيش هذا الكلام؟ ماد هاوس أنت بتعبها. أنا آسف بس ترى كلامك ممكن يكره الناس في العقلية اليابانية بشكل عام، إذا هالشيء موجود في شركاتهم. كلام قوي، كمل أنا مستمتع. ألا تعلم يا عبد الله إنه الياباني عندهم تقديس عبادة للعمل والشغل؟ وذلك دائما بقول كوكب اليابان، دائما نرجع مثل كوكب اليابان. مسلسل انمي شهير اسمه ناروتو، منه انت هذا الجاكيت اللي لابسه. لابسوني يا زين. وبليتش كمان، هذا بدور واحد ثاني برضه كانوا يتابعون الناس بيعشقوه بليتش. في احد الرسامين اللي كانوا يشتغلوا في يوم من الايام قال لهم يا شباب اسمحوا لي بدي اروح اخذ غفوه بسيطه، بدي ارتاح، بدي اريح جسمه. الرجل قرر انه يريح جسمه. من حقه والله. نعم. ما قام. ايش؟ ما قام يعني ما قام. نعم. شو رايك وانا اترجم بالخليجي هالمره؟ نعم ما قام. انزين. مات. في مراسم الدفن خلاص دفنوا، دفنوا اوكي دفنوا. عملوا مقابلات مع اصحابه، اصحابه قالوا رب الكعبه انه الشركه كلفته بمهام مقاتله تقتل كلاب السود في ليله حمراء لظروف العمل الصعبه اللي كانوا حاطينه فيها. معقوله ما يبون يتحركون الدوله يعني ولا ايش؟ ما فهمت. والله مساكين يا عبد.